الاتحاد لابد ان احنا نتكلم بواقعيه بشكل كبير. الفريق مع نونو سانتو اختلف بشكل كبير، الاتحاد اصبح فريق صعب جدا داخل ارض الملعب، سواء الفرق الكبيره او الفرق المتوسطه من الصعب انها تلعب مع الفريق الاتحادي. الفريق نونو غير شكل الاتحاد منذ قدومه، اتفق مع ابو نايف في بدايه الموسم كان هناك بعد الاعلام الاتحادي، البعض من الاعلام الاتحادي كان يعني يرى ان نونو سانتو ليس هو المدرب المناسب، مدرب عالمي، مدرب موجود في اقوى الدوريات الاوروبيه سواء الدوري الاسباني والدوري البرتغالي، وفي نهايه مسيرته كان يعني في الدوري الانجليزي، الكل عرف قوه الدوري الانجليزي سواء مع ولفرهامبتون او حتى الفتره اللي ما كان فيها ناجح بشكل كبير اللي هي كان فيها مع توتنهام. والجميل في المدرب هذا بوجود انه اللاعب الوحيد اللي هو احضر اللي هو هيلدر كوستا لم يصر عليه، يعني يرى انه الطريقه اللي يلعب فيها تحتاج وجود برونو هنريكي، طارق حامد، كونرادو، ما عنده مشكله، ما هم من المدربين اللي يصمموا على قراراتهم. مباراه اليوم واضح من البدايه تركيز الاتحاد. استخلص اللي حصل في مباراة اليوم بالكلمة الشهيرة اللي قالها نونو سانتو في المؤتمر اللي سبق المباراة، قال النهايات تكسب لا تلعب، يعني أنت تكسب النهائي بالطريقة اللي أنت تعرفها. كذلك يعني ممكن الأخوان في الاستوديو أبو علي وأبو حنين يعرفوا أنه الاتحاد واجه مباراة في الدور النصف النهائي، مباراة قوية ومباراة بدنية بشكل كبير جدا أمام النصر. يعني الفريق يعني من الصعب انك يعني تسوي استشفاء خلال يومين فقط بعد المباراة الكبيرة اللي انت قابلت فيها امام النصر، وبالرغم من ذلك الفريق واضح تركيزه اللاعبين في الملعب. نهاية المباراة وفي الشوط الثاني موجود الاتحاد كان يعني بيمرر الكرة كأنه يعني كأنها استرخاء في نهاية المباراة، الفريق وثق من الإمكانيات، وثق من النهائي أو نتيجة المباراة النهائية. واضح انه في عمل فني، عمل مدرب كبير. الشوط الاول الاتحاد كان بامكانه ينهي المباراه بثلاثه او اربع اهداف، كره حمد الله اللي اضاع وصدها الحارس، ضربه الجزاء اللي شاتها العبود، وقبلها كره مهند شنقيطي. الاتحاد حضر للرياض للعوده الى جده بالبطوله، واضح هذه منذ مباراه النصر. وجود مباراه النصر كانت مباراه يعني ما ابغى اقول استنزفت الفريق بشكل كبير في مباراة اليوم، لكن الاتحاد مباراة النصر كان واضح للجميع انه الاتحاد البطولة هذه له، من الصعب انه يفرط فيها. تشكر إدارة النادي ابو جود، إدارة النادي تحملت العبء الكبير سواء انمار او احمد كعكي. الفريق خسر بطولة العربية ما يأسه العام الماضي، كان في الامتار الاخيرة للحصول على الدوري، وخسارته في اخر اللحظات من امام الهلال، بالرغم من ذلك الفريق ما زال موجود يحقق اولى بطولات هذا الموسم، الفريق يعني يسير بالثبات وبشكل كبير في 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 بطولة الدوري. اتوقع يعني الاتحاد في ظل الدعم الجماهيري الكبير ما في خوف على الفريق، الاتحاد أمامه يعني بطولتين مقبلة، أمامه كأس الملك، حيواجه الفيحة كذلك في الدور الربع النهائي بطولة الدوري. نقول مبروك لفريق الاتحاد، البطولة ذهبت لمن يستحقها تحديدا في هذه النسخة. بكل أمانة بوجود طريقة البطولة من أربع فرق والشكل اللي شاهدنا فيه المباريات النصف النهائي ومباراة اليوم، توقع قرار موفق من الاتحاد السعودي لكرة القدم، زيادة الحماس في هذه البطولة، المتابعة الجماهيرية. أعيد وأكرر مبروك للاتحاد، مبروك لهذا المدرج اللي أبهر الجميع. بكل أمانة أي مدينة يكون فيها الاتحاد هي جدة، وأي ملعب يكون فيها الاتحاد هو ملعب. مبروك للاتحاد، هارد لك الفريق البطل فريق الفيحة، قدم اللي يقدر عليه، لكن اصطدم بفريق يعني صعب جدا الاتحاد في هذا الموسم مع المدرب الكبير نونو سانتو.